فاروق صلاح التقى جانبا من هذه الجماهير. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، في كل مكان بتروح بتلاقي جماهير النادي الأهلي بترسم لوحة فنية جميلة، إخلاص والحب ويعني العشق التواجد في مكان في النادي الأهلي أعتقد مسؤولية كبيرة جدا، وده اللي احنا لامسينه من الأفراد الجالية المصرية والعربية اللي موجودة هنا في جروة. خلينا نرحب بيهم على شاشة قناة النادي الأهلي، برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. أعتقد بتبقى من اللحظات السعيدة جدا وجود بعثة النادي الأهلي، وأنا عارف إن أنتم كمجموعة أهلاوية بتستنوا اللحظه دي ان يكون النادي الاهلي موجود هنا في الكاميرا. طبعا 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 حاجه كلنا بنتمناها طبعا وبننتظرها في اي وقت، بتبقى حاجه كويسه جدا يعني، حاجه بتحسسنا يعني قطعه مننا هنا، فكلنا موجودين في الخدمه. وطبعا زي ما حضرتك شايف كل الشباب كلها مبسوطه وكله عايز يشجع، حتى الجاليات الاخرى العربيه برضو في جاليات كتير هون حقيقي. برضو لما عرفتوا ان النادي الاهلي موجود مع القطن الكاميروني وعارفين ان الزياره دي هتتم وخلاص النادي الاهلي كان في جنوب افريقيا وجاي على الكاميرون، ايه التنسيقات اللي تمت ما بينكم؟ شفتكم موجودين معانا في المطار بالامس، كل يوم موجودين علشان اي شيء يحتاجه بعثه النادي الاهلي. لا احنا ديجا عارفين بقى لنا اسبوعين، كل حاجه متظبطه هنا من اكتر من اسبوعين كمان. تمام، بالنسبه للفنادق اختاروا افضل فندق هون في جروه. بالنسبة للمعاملة زي ما حضرتك شايف، الاستقبال، المراسم زي ما حضرتك شايف، كل حاجة باينة على الصورة يعني. أنا عايز أسألك، بقالك كام سنة هنا في الكاميرون وبالتحديد في جروة؟ أنت أصلا من سكان جروة ولا من مدينة تانية جنب جروة؟ لا لا لا، أنا من سكان جروة، أنا بقالي 5 سنين. 5 سنين. الأجواء هنا في جروة بيتكلموا على المباراة إزاي وإحنا لامسين حالة الود اللي عند الشعب الكاميروني لمقابلة النادي الأهلي؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هم عموما الكاميرونية بيحبوا الشعب المصري، تمام؟ بالاخص النادي الاهلي يعني له مكانه عظيمه يعني بالنسبه للكاميرون، يعني له مكانه عظيمه كبيره. فحدث زي دوت في ناس كتير منتظراه، مع الرغم ان الاهلي النقيض بتاعه القطن الكاميروني، تمام، بس في ناس كتيره جدا 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 هتيجي وهتشجع النادي الاهلي وهتشوف مباراه بكره مش بعيد يعني. بشكر حضرتك وعايز اروح لحضرتك، اعتقد تبقى لحظه من اللحظات السعيده ان النادي الاهلي موجود هنا في الكاميرون بالنسبه لكم، شايف تيشيرت الاهلي واستعدادك للمباراه وللتشجيع ان شاء الله في المباراه باذن الله غدا. والله احنا كلنا مبسوطين جدا علشان النادي الاهلي جه هنا لغايه جروه، علشان خاطر الاهلي دي حاجه كبيره عندنا يعني، انا عشان نشجع الاهلي دي حاجه يعني كل الجمهور بيحلم بيها، فبالك لما يبقى الاهلي عندنا هنا في جروة، دي حاجة جميلة جدا، واحنا ورا الاهلي وان شاء الله الاهلي هيكسب، وان شاء الله دي الاهلي معودنا عليه ان هو برضو يحصل حاجة يحصل دروب، بس هو الاهلي هيفضل طول عمره الاهلي، حتى مهما يكون مهما اللي يحصل للاهلي ان شاء الله الاهلي هيرجع وهيبقى احسن من الاول، وهو الاهلي معودنا في دورة المجموعات ان هو يحصل كده، لأنه هو يزعل جماهيره في الاول بس الاخر بتاخد الفرحه اللي هي مش موجوده، بدليل اللي احنا معانا 10 افريقيا وفي ناس تانية ما معاها 5 وعمالين يتكلموا، واحنا برضه ما بنتكلم غير احنا لما بنكسب فقط. كلام مهم جدا وكلام من القلب، خلينا نروح لحضرتك، قول لي شايف المباراه ازاي؟ شايف المباراه ازاي؟ ولو عايز توجه رساله للاعيبه للنادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ لعيبه الاهلي على راسنا من فوق الاول وفرحونا كتير، الاهلي هو مصدر سعادتنا كلنا كاهلاويه، احنا بنعشق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله بكره الفوز 2-0 باذن الله ان شاء الله، ودايما بعد اي دروب للنادي الاهلي بنكتسح افريقيا 2-3 ورا بعض ان شاء الله، يعني ان شاء الله بعد الدروب ده باذن الله نفوز بكره بس والقط نكسب الهلال السوداني باذن الله، والهلال السوداني يا ربي ميلادي سان داونز يكسب الهلال السوداني باذن الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. يبقى كم واحد كلنا هنا المصريين ان شاء الله تحت رجل واحد، وكلنا خدامين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله لاعيبه الاهلي كلهم رجاله، وان شاء الله باذن الله هنكسب الماتش ده، وهنا احنا زي 10 15 واحد ان شاء الله، بس ان شاء الله ال 10 15 واحد دول بمثابه مليون واحد في ارض الملعب ان شاء الله، وان شاء الله رجالتنا مش محتاجين اي حاجه، مش محتاجين مجهود اي جمهور ولا محتاجين اي حاجه، وان شاء الله باذن الله نكسب الماتش ان شاء الله. الشعب الكاميروني هنا في جروه احنا لامسين تقديرهم للنادي الاهلي، عارفين قيمه النادي الاهلي، معالي السفيره قالت لنا كلام مهم جدا ان هم مستنيين يشوفوا النادي الاهلي، اكيد انتوا لامسين هذا الامر لما بيدور حديث عن النادي الاهلي وعن مباراه الاهلي والقطن الكاميروني.
والله الشعب الكاميروني هنا شعب كويس يعني، كلنا هنا اخوه يعني، والبلد هنا حلاوتها كمان لا كلها مسلمين، والناس هنا منتظره برضو النادي الاهلي وعارفين قيمه النادي الاهلي، ويمكن خايفين منه اصلا من قبل ما يجي. وكمان فاتحين يعتبر قالوا اللي هم فاتحين الملعب يعني اللعيبه وبتاع عشان خاطر يخشوا وبتاع، عشان خوفا من الاهلي مش اي حاجه، بس ان شاء الله ربنا معانا وهنكسب ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا احنا مرتبين ان احنا نتقابل كلنا ونحضر الماتش ونشجع النادي واللعيبه ونقف وراهم لحد ربنا ما يوفقهم ان شاء الله. قول لي بقى هنا المباراه بيتكلموا عنها ازاي؟ المصريين اكيد في مصريين، هل في مصريين يعني قادمين من مدن محيطه بجروه، ولا انت هنكتفي بس بالمصريين اللي موجودين هنا في جروه؟ هم المصريين القريبين من جروه هيبقوا موجودين، انما البعيد لان المسافه طويله جدا، فالوقت اصلا ممكن تاخد من العاصمه لحد هنا يوم او يومين عشان توصل. لو عايز تقول رساله للعيبه النادي الاهلي تحب تقولهم ايه؟ يكونوا رجاله في الملعب وربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب مهما كان العدد، الشغف واحد، الفخر بالأهلي واحد، حسن التوقع واحد، ولذلك من أجل هؤلاء كثروا أم قلوا يجب أن احنا نعمل اللي علينا ونقدم لجماهير متوقعة في بلد طيبة. نرجو هنشوف الكلام ده في الملعب بكرة بإذن الله.